يا دكتور، الحديث للرسول عليه الصلاه والسلام الذي دار بينه وبين سيدنا جبريل عليه السلام، سالوا عن الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان. هل معنى هذا ان الاحسان ينماز ويعلو على الاسلام والايمان؟ طبعا في عنا اسلام اولا خضوع كامل لمنهج الله، تمام، بصرف النظر عن رغبتك في هذا الخضوع او عدم رغبتك، عن استمتاعك او عدم استمتاعك. نعم. اما الايمان أن ترى الله معك. إيمان تصديق وإقبال. دقيق. تمام. الإسلام خضوع مادي. تمام. أكلك شربك يومك. والإيمان. الإيمان إقبال على الله. تمام. خضوع لمنهجه وإقبال عليه. والإحسان. الخضوع ثابت. سليم. إقبال متفاوت. من حين لآخر. نعم. أما الإحسان أن تنعتق من كل حاجاتك الأرضية وأن تعيش لآخرتك. الآخرة ثمنها الإحسان، فأنت تحسن في أقوالك وأفعالك وفي حرفتك ومع أولادك ومع جيرانك، فصار الإحسان سمة بارزة للمؤمن. تمام. يعني عاش ليعطي. يعني عاش ليعطي. نعم. كثير من المحسن أو سمة الإحسان أنه إذا صنع معروفا ماذا صنع؟ ستره وعجله وصغره، فإن ستره أكمله، وإن صغره عظمه، وإن عجله هنأه. هذا هو المحسن. أنا عايز أعمل معروف في قريب لي أو في إنسان فقير، أعمل إيه؟ أستر المعروف أصلا، وكأني إيه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا من الإحسان. وبعدين أستر هذا المعروف ألا أحدث به وألا أنشر أن أنا عملت كذا وكذا وكذا، بل بالعكس أتمنى ألا يشعر أحد بي. كان الصحابي والتابعي والذين سبقونا بإحسان يخادع زوجته ليلا، يخادع يعني ينسل من فراشها كما تخادع الأم صبي رضيعها، كي يقوم ليصلي لله لا يشعر به أحد ولا زوجته إلا رب العباد سبحانه وتعالى. هذا من إحسان العمل. والذين سبقون بإحسان. نعم. ما دلالة الإحسان هنا؟ الله أكبر. الإحسان هو يعني منتهى السبق في الأعمال الصالحة، وصل إلى نهاية المضمار. سبحان الله. يعني هو مش التالي، ليس مرتبة بعدها. لا لا لا، لا مرتبة بعد الإحسان. بعد الإحسان. ليه؟ لأنه طالما أنك وصل إلى أن سبحانه وتعالى يراك وأنت ترى. أفهم معناها الخوف من الله سبحانه وتعالى. لا، وتقوى. محبة الله عز وجل. محبته تغلب الخوف. إذا وصل الإنسان لمرتبة الإحسان أحب رب العباد، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. هذه الرحمة غلاف الحب. غلاف الحب. يا إبراهيم أنت خلقتهم؟ قال لا يا رب. قال لو خلقتهم لرحمتهم، دعني وعبادي. فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. أنت في حنان أكثر من هذا؟ لا والله. إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. حديث قدسي. وأنا أحب إليك من كل شيء.